نحن المجلس المحلي في بلدة الهوتة وريفها بسبب الحرب الدائرة لمدتها 8 سنوات صار في عندنا مخلفات حرب منها قنابل وقذائف وصواريخ ومنها غير منفجر ونتيجة الأوضاع المعيشية السيئة والأحوال الاقتصادية المتردية قام بعض الناس بمحاولة تفكيك هذه القذائف وبيع هذه المواد المتواجدة فيها ومن جهة أخرى نتيجة قلة الوعي فأدى إلى حدوث إصابات بين الناس المدنيين منها بين الأطفال خاصة وبين بعض النساء والرجال بشكل عام كل هذه الحوادث كانت بسبب قلة الوعي لدى السكان المتواجدين في هذه المنطقة وبسبب أوضاعهم المعيشية المتردية والصعبة.